لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد مستضيفه نادي ماميلودي سانداونز، وذلك في إياب نهائي مسابقة دوري السوبر ليج الأفريقي. وانتهت موقعات الذهاب على أرضية مركب محمد الخامس لصالح فريق الوداد بهدفين لواحد ضد الفريق الجنوب أفريقي. وتنتظر فريق الوداد مقابلة صعبة في الإياب عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي سانداونز، حيث سيكون مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية للتتويج باللقب في النسخة الأولى من الدوري الأفريقي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأحد القادم 11 نوفمبر انطلاقا من الساعة 2 زوالا بتوقيت المغرب، وذلك لحساب إياب نهائي الدوري الأفريقي. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية وقناة بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة لقناة أبوظبي الإماراتية.